الحمد لله وكفى، وصلاة ربي وسلامه على عبادي الذين اصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. عبد الله، إن القرآن ذرة العلم، لا تظن أن العلم في غير القرآن. قال شخص قديمًا، قال يا أخ عبد المحسن، قال إذا لم تتكلم اللسان الإنجليزية في هذا الزمان فأنت رجل أمي، ويقصد أمي جاهل، يقصد أمي جاهل. ولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان أميا أعلم الناس، فتكون رجلا أميا حتى تتعلم اللسان الإنجليزية. فكان أحد تلك حوافز أن نأتي لأهل البلاد ونتعلم حتى لا نكون أميين، لا نكون جهلة. أخذنا نتعلم ونتعلم، فانظر إلى النتيجة. والله يا أخواني، النتيجة الشخصية التي توصلت إليها أن الرجل الذي لا يعلم الكتاب والسنة هو رجل جاهل. تتبع نصوص القرآن والسنة، ألم يحرم الله سبحانه وتعالى علينا الربا؟ أليس الربا ضررا على العالمين وحرمه الله سبحانه وتعالى؟ فأين علمهم فيه؟ ألم يحرم الله سبحانه وتعالى الزنا وهو ضرر على المجتمعات؟ فأين علمهم فيه؟ ألم يحرم الله سبحانه وتعالى علينا الخمر وهو ضرر على المجتمعات؟ أين علمهم فيه؟ ألم يحرم الله سبحانه وتعالى علينا القمار وهو ضرر على الأسر وهذا معروف في البحوثات؟ فأين علمهم فيه؟ ألم يحرم الله سبحانه علينا التبني؟ وقد قرأت مقالا عظيما عن التبني وضرره هنا في الولايات المتحدة الأمريكية، فأين علمهم فيه؟ أين علمهم فيه؟ ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا شيء إلا علمنا به، حتى كيف تأتي الحمام، حتى كيف تميل على يسارك عندما تقضي حاجتك. وهذا من علم القرآن مملوء بعلم الله سبحانه وتعالى. قال أنزله بعلمه، الباء هنا ظرفية، أي أنزله وفيه علمه سبحانه وتعالى. فما أعظمها من لغة وما أعظمه من علم. يقول أحد قديما سمعته يقول، قال ولكن اللغة العربية لا تحمل العلم. فسكت الناس من حوله، كنت أحد الساكتين، ويا حسرتها. فليأتي اليوم يرى الأمر، بل هناك أعظم من ذاك الأمر، إنهم إذا علموا الأمر وعلموا ضرره لا يستطيعون حمل الناس على تركه. بعد البحوثات والاستكشافات يتوصلون مثلا أن الخمر ضرر، وإن كان يعرفه الرجل بفطرته، لكن أضرب لكم مثالا لذلك. بعد البحوثات لا يحمل الناس على تركه، يتوصلون أن الربا ضرر وكانت اقتصادية، ويحمل الناس على تركه. لا نستطيع أن نحمل الناس على تركه، لماذا؟ لا، يقول كذا وكذا ضرر، الخنزير ضرر، خنزير مأكول ودونك مأكول كثير دونه. قل للناس واحمل الناس على تركه، وادخل إلى الإنترنت وابحث عن أضرار الخنزير كبيرة لا حد لها، فقل احمل الناس على ترك الخنزير، ما تستطيع. لكن القرآن ورسالة الله سبحانه وتعالى ورسالة رب العالمين أتت إلى الناس فعلمتهم وأوجت فيهم الروح أن تحمل الناس على تركه. قال سبحانه وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فتخيل لو أن رجل عالم دخل إلى قرية مسلمة وحاشا لله يشربون الخمر، تخيل عندهم جهل وبعد ولكنهم معتقدون مستسلمين لهذا الدين ولهذا المبدأ. فدخل بينهم بين تلك الأوصاف في المدينة، ثم بدأ يشتري، ثم بدأ يتحرك يدعو الناس ويوجههم. وانظر بعد 5 سنوات تجد نصف المدينة على الأقل يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى، ويتجهون إلى ترك الخمر. لماذا؟ لأن بين يدينا كتاب الله سبحانه وتعالى، ذاك الكتاب المناسق المنظم بالكلام العربي المبين الذي يثير الوجدان ويثير الأحاسيس. فلا يقوم شخص يتلو القرآن ونحن لا قلوب وأفئدة منيبة إلى الله سبحانه وتعالى إلا وتحركت الوجدان إلى ترك المعاصي وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى. ما تسمع القرآن كيف يهز الجبال إلى القلوب التي تنزل القرآن. يقول سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، اسمع تسمعك آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، حاء ميم عين سين قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. من يأتي به هذا؟ من يأتي به رب العالمين؟ الله العزيز الحكيم.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. من يسوق مثل هذا الكلام؟ ما يسوقه إلا فطر البشر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم منفقين. عباد الله، زخوا بأبنائكم وتعلموا اللغة العربية. كم من وسيلة خاصة في هذا الزمان وتقارب الأماكن مع الإنترنت ونحوه، والمدرسون موجودون. وانصحوا إخوانكم، انصحوا إخوانكم الذين لا يتكلمون لسان عربي وهم مسلمون. دفع أبنائي يتعلم اللغة العربية حتى يكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. كلما ازددت علما في اللغة العربية كلما ازددت قربا إلى الله سبحانه وتعالى. ونحن في فترة صيفية الآن، وليس هناك دراسات إلا القليل. هذه فرصة، وعودوا أنفسكم على الزج بأبنائكم في معاقل الخير لتعلم اللسان العربي المبين، كما قلنا أن الله سبحانه وتعالى عظمه، وهو كلام الله المباشر. إن هذا القرآن ليس كلام مترجم، إنما هو كلام الله سبحانه وتعالى بلفظه ومعناه. فكلما كنت قريبا من لغة العربية كنت أقرب إلى شرع الله سبحانه وتعالى. وإن كانت عليك صعبا لكبر العمر أو نحوه، هذا كلام يا أخوان أقوله لإخوانك، كنت قريب ولسانه ثقل، قل لا تضيع أبنائك. إليك بأن تبني، إليك بالإخوان، اجعلهم حاضر بالناس يتكلموا اللغة العربية. سفنوا في نهوش أبنائكم الكلام باللغة العربية في البيوت. ولا لغة عربية لا تكلمه إلا عربية، لا تسوق له إلا كلام عربيا. إذا كان يفهمك بالعربية لا يكلمك إلا عربية. والله ضياع اللغة العربية ضياع عظيم، جزء كبير من دين الله سبحانه وتعالى ومن فهم آيات الله سبحانه وتعالى. يقال أن أمير الشيخ لطيف قريبا سمعت أحد المشائخ قرأ كتابا في الشعر في الغزل، فقال تقرأ هذا الكتاب في الغزل؟ قال أما غزله في نفسه ولكن به أفهم كلام ربه. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا حبا لهذه اللغة. لماذا يجعل حبا؟ ليس تعصبا، ولكنها ليس إرادة الله سبحانه وتعالى. هي اللغة الوحيدة التي ما تغيرت ولا تبدلت، التي ليس لها شيخوخة كما يقول أحد المفكرين. قال ما من لغة إلا وشاحت وعجزت، لكن هذه اللغة قائمة اليوم. لو قام فيك الشافعية يكتبون لا فهمت كلام، لكن لو يقوم رجلا يتكلم باللغة الإنجليزية قبل 100 عام و200 عام ثم قام يتكلم في مكان هذا يكلمك باللغة الإنجليزية وأنت تعرف اللغة الإنجليزية، ما أدركت إلا نصفها أو ربعها، لتعرف أن هذه اللغة راسية. إن لسان العرب بمفردات اللغة العربية 16 مجلدا قاموس، أي قاموس في العالم هذا؟ وهذا أحد القواميس، 16 مجلد لسان العرب. تعرف عظمة هذه اللغة، ما اختارها الله سبحانه وتعالى إلا لأمل. يقول أنها ليس لها بداية وليس لها شيخوخة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسوقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا إلى الصراط المستقيم. عباد الله، هذا وصلوا وسلموا على من مرتب الصلاة والسلام عليه، حيث بدأ بنفسه ثم ثنى ملائكته ثم أمر عباده فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا وسلموا عليه تسليما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما رزقتنا وأعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا يا رب علما يا رب العالمين. اللهم علمنا كتابك يا أرحم الراحمين، وسنة نبيك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، تعرف ما نزل بالأمة الإسلامية من الفتن، اللهم ارفع عنا المحن والفتن يا رب العالمين. اللهم اجمع الكلمة ولا تجعلنا ننحاز إلا لرضاك يا رب العالمين، فلا ننحاز مع فريق هذا ولا هذا، ولكن ننحاز مع من يرضيك يا رب العالمين، ومن يقيم فينا شرعك يا أرحم الراحمين. اللهم يا رب العالمين، سندعو يا عباد الله، ومدوا أيديكم يا الرحمن لعلها إشاعة إجابة. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا، اللهم اجعل جهدنا ونيتنا رضاك يا رب العالمين لا رضا البشر يا أرحم الراحمين. اللهم نعيدها ونكررها يا أرحم الراحمين، ارفع عنا المحن والبلاء يا رب العالمين. اللهم احفظ دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك،
اللهم طال ليل الظالمين، اللهم طال ليل الظالمين، اللهم واقشع عنا سحابة المعتدين يا رب العالمين، اللهم اجعلنا صادقين يا ارحم الراحمين. عباد الله، ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر. واعلموا ان الله يعلم ما تصنعون واعذروني. والسلام عليكم ورحمه الله.